الله يرضي عليك وليدي، المشعل اللي هذاك الرواي ديو ودير لي قال لي ده عادي اللي ما فيهم. ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي، يا كنت يا ريت يا الدنيا ما بحال ريح، فيه بويا فيه جدي خواني وعمامي، هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح. الفلوس هما اللي كيحمروا الوجه، الفلوس هما اللي يحمروا الوجه وكيكحلوا الوجه، ويكحلوا الوجه ويطولوا الواحد، ويطولوا الواحد ويقصروا. كيفاش تيحمروا الوجه؟ يحمروا الوجه لكان واحد يجيبوا عامر. يا جمال يا ولد عوشوك المغرب، يا جمال يا وجو عاطر وهجدر، يا جمال يا وكرش حرشوك الخنشة، يا جمال يا وجو عاطر وهجدر، يا جمال يا وراس وحمارك المجمر، يا جمال الخشم. قلتي لي بنادم الا فات الربعين اياه وما دارش طموح الدنيا، ما دار فلوس عندك اسيدي ملي تلخطي الثلاثين، الا بدات تجي الدنيا راك غتربحك، الا فتي الربعين وقليتي في 45 وتخطي الخمسين اتقبل وحط المصحاف وحلف بانه ولا عمر ريال ما يدور عندك، الزلط راه عمره ما يحجز عليك. يقول لي شريفة دوارنا شحال زين فيه البولات شاعلين، واش نتوما اللي شاعلين ولا البولات؟ يلا قال لك لي ما كرم عياله وما زيقين خياله وخلى الدين يتسالو، لا تحس بيه ماله واخا تكون كاع الدنيا ديالو. قلت لي هذا اللي دار راسه مالوش خاصو؟ خاصو يشرب رابعة ديال الكربون يفوتو الحال. رابعة ديال الكربون يفوتو الحال، يتفرقع عليه راسه ما يبقاش عارف. قالوا هالجود يجودوا وهالمروة وينداو، وفي عهد النبي بخرام الأولين خلاوها التالين وصية رعاوا القدس السيد بودريس حيت قال لك الغلم تيستروها أولادها والغابة تيستروا أجوادها والقبيلة تيستروا أجوادها. أش يعجبك في الغلم؟ يا كانوا فيها الأولاد. وأش يعجبك في الغابة؟ يا كانوا فيها العواد. وأش يعجبك في القبيلة؟ يا كانوا فيها الأجواد. اللي عنده 100 عرض بعيد على الصدر كالحسيرام على الأرض. واش الأرض بعيد على الحسيرة؟ لا قريب اللي عاودت. فوق مول 100 عرض. هي العالي بلا الكيز الله الله هذه هي الهوى انت في تراسل واكله ولادها في كرشه. محمد عاطير يجي وسيرة وليدي الله يفاجي عليك. امين. والسيفه زينه. امين. والخيال زين. امين. وهادو اللي تشوقوا فيهم الدوال بغيت يكون عندك طبل ماصه يا ربي. امين. واي وبغيت نهار الخيب وتكون غيب والنهار الفالس وتكون ناس وما تهزدين وما تمع مساجين بجاد الله وناس تخاف الله يا ربي. بغيت تكون قارف مارس يا ربي. امين. العين اللي شافتك ترضيك يا ربي. امين. الجمع اللي كنت فيه تحمر فيه الوجه يا ربي. امين. كلمتك ما تطيحش. امين. دايز. امين. فايز. امين. سيري وليدي انا بغيتك يا الصبح انت واحد ما يدعي واحد تريكتك تاكل غلتها وبغينا لي القبول في الممشى. عمانين الخيل اصحاب الصباط اصحاب البارود. خيمة كبيرة ديما راها معروفة بالجوار. هذا لما جينا جايرة موالي شفن يتفقوا علينا يقول لك تم الغنم الغدين بيع شفن. أنا الوليد فالت لك على الكربون. حتى الكربون ضايقينه. الدوار عاجبنا نبقى وعاف الدوار. ريحة الدوار. تمنيت نسمع قبيلتي في ريحة الدوار ونسمع الحديث جدي وجدة ذاكرة زمان الناس الخيار المولوعين بالقوافي ويقيدوا شلة معلومات وأسرار ويعرفونا بالعيشة كي كانت في النوالة والخيمة والعريش والقاربة بالمقدار كل شي مسلم كي المعطي كي الجلالي كي المختار يرضوا بالجماعة والانصاف واللي حضر فيهم يحضي غيبة الدوار غير نسمع اسمية دوارنا يا سيادي تهزني ريحته ونتفكر خوالي وعمامي وجدادي بغيت نسمع لدجاجنا يقاقي وكلابنا تنابح وغلمنا تصايح وبقرنا يزوك وخيلنا تحنحن والشكوى بين النخاخ الدندن ونحل فوق الشهدة يزنزن بغيت انا نعرف بويا وشحال عطل امي في الصداق والعرس اللي فات وسط الوطاق بلا زواق بلا نفاق الزرود بالمشوي والتريد بالعسل على الاطباق ريحة الدوار يدخل للدش يشارك معانا الكسرة ويدوق سيكوك والرفيسة والتشيشة بالقدرة وياكل معانا نبق السدرة وبالصلاة والسلام أنا ختموا هاد الهضرة. الوليد شكون اللي كان يعمر عندكم هتاي معروف شانه؟ المعلم العربي الله يرحمه
كنية ديالو ديشة، وكانوا عرزز اللي جمعوا القبيلة بحال ما وكا، جمعوا بحال ما وكا كيحطوا الصينية عندهم. واش هو كان معلم؟ معلم يدير أتاي ما نقولش لك عليه. باش نعرفوا واحد معلم فتاي من الشدة والمدة. شنو هي الشدة وشنو هي المدة؟ ولا مرتين حطوا لي الصينية زيد أراو ما يغسل يديه كيودي يديه هو ضروري زيد يكون نقيين زيد ويعمرها تيل الناس. واش يحط قدامه؟ الصينية والعماير. العماير ديال الكيسان. العماير اش فيهم؟ الفنايق. شي يقولوا لهم؟ كيقول لهم الفنايق. الفنايق زيد اش يكون فيهم؟ النعناع والسكر وتاي. زيد دابا باش نعرفوا المعلم فتاي باش نعرفوا كيصوب تاي بالنسبه لي الشده. وي الشده والمده. شنو هي الشده وشنو هي المده؟ خاصو الكاس يكون بكشكوشتو زيد ويشربوا الانسان ويذوقوا الى عجبوا راه يكملوا، ما عجبوش كيردوا ليه. واحد يدير جبتيني واحد يدير فيها تاي زيد حلف عليهم تيشربهم كل شيء المسوس. وشي واحد قلت لي حلف عليهم تيشربهم كلهم المسوس. هاي زيد عمر سيدي البراد شار البراد كبتاي غادي تفرقوا في الكيسان. الناس الناس راه كاين واحد الكاس مسوس هنا اللي جا فيه يدير الزرده. اش قال لهم؟ قال لهم اللي جا فيه يدير الزرده. زيد الناس كل شيء شربوا المسوس ما كاينش اللي قال حي والو والو كره مادو بيني. اي من بعد قال لي مودي القضيه فيها وها فيها وها عاد قال لي مودي راه البراد كله مسوس. اي راه السكر بقى عمطروش هنا. وييه واحد كيصوت الضيفان. واحد كيصوت الضيفان. شي واحد كيصوت الضيفان. اي ماهوش تا لا زيد يصوت الضيفان سيدي واحد خينا الشجيع بحال عطير. زيد ابو زيد قال لهم والله هذا خينا تنمشي نشوفو كيفاش غادي تصوت الضيفان. عيط عليه دخلوا الدار بركو جاب لي الصينيه قال له جيب لي المغسل. جاب لي المغسل عطاه الفوطه حط لي كل شيء سيدي عمرتي بغى يكب تاي الصينيه فيها 12 كاس زيد وهو مع جوج هو مول الدار. سيد كب سيدي عليه هو مول الدار. أسنت لي يذوق هدرتي الله يرضي عليك. زيد كب ليها هو كاس ومول الدار كاس ساروا كيشربوا شربوا تاي الناس بغى يمشي فحالو الراجل. قالوا فلان كيقول مول الدار. قالوا برك برك نسولك الله يرحم عباه. قالوا قول. قالوا قال لي ياك تصوت الضيفان وانا ما دويتيش معايا. قالوا لي ياك تصوت الضيفان شتي كاع ما قربتي ليا انا. اييه قال لي اودي انا كنصوت قلالين الترابي. كنصوت قلالين الترابي. اييه قالوا بحال هكا اشرح ليا. قالوا كاين الانسان اللي يحكم بالكيسان كلشي ديك 10 الكيسان و12 كاس كلها كتعمر. هاك دي الفلانة هاك دي العيالات هاك دي قال لي نشاركهم معاك كيشدو كيطحنو صغ وتا قال لهم شرف مع ديما نقول يخرج حالاته. دابا بنادم هي هادي هي بنادم دابا اللي عطاوك تعمر تاي وما تاش من القبيلة عطا ما خدكم من القبيلة كاع ما تذكرش. لا عطا وياه عطا والناس اللي معاك مد لهم وخليهم يعطيو اللي من بغاو صافي. لا ما نكبش فيهم ما نكبش فيهم كاين انا وياك ونكب في 10 كيسان ولا 12 كاس ما يمكنش. هالكلام لا كاسي ها كاسك. قلت لي اش يديروا الوالد الراجل اللي بغاو فيه الخدمه زيد كيجيبوا لي الماء مريض ما كيطلعش اتاي مناش مريض ما طيبش مزيان ما داير السبوله كان داير السبوله بلا ما تشاري ولا كان مريض مريض ما يطيب ما يجيش تاي طالع حالتي عامر براد 4 ايام ولا 5 ايام ما خدامش ما لايقش هذاك. لا ما لايقش الوليد في التعمار ديالها تاي بعد يعمروا الكاس كيقولوا كي قرصن اش يدير عاي قرصن هذاك نحيا لك انت باغي تدوز الخبز طيح مالك البراد كامل. انا راضي عليك عمر القلالش عمر البراد عمر كاس وتلفهم تلفهم كنتي باغي تنشوا كنتي باغي تنشوا جوج غمات ثلاثه ما تفوتهمش صافي صافي. وعلاش كيقرصنوا الولي؟ يقرصنوا ما باغيش دوز الخبز. اللي باغي دوز الخبز يعمروا لي الكاس. حيت دابا كاين تاي
انواع زيد كاين تاج اللي ندقدو به الخبز يعمر الكاس زيد كان تاور العشاء ولا قبل العشاء اقرصون ودوز حالك صافي صافي ما بقاش بنادم يعمر بره الكاس تاع الفم ولا عارف قرصون ودوز مصطفى شكون اللي قلت لي كان يتزوج كثير بزاف سلماطي ود الحميدي ندوز 12 مره 12 مره الحاج العيدي ندوز 14 مره شكون اخر والحاج دريس هو ولد 26 خلق الله يعلم شحال كان واخد وين ولد بزاف كثره 26 خلق اللي ولد اي كاين هذو كاينين الحاج بوعزاب بن صغير ولد 20 الوالد عندي انا ولد 23 وانت شحال ولد انا ولد 4 راه غلبوني ها العار العار بعث القيوش غلبوني اه 4 والمراقه هذا تسوقتني حتى هي كاع العار ديال ولا وحلت مع المراق هذا راه خاطر 14 وانا راه وحده وحلت معاه مي مي ايه كانوا الناس كيتزوجوا كثير كان الصحه كان يشات الصحه مع طير الرحق مشات الصحه مع طير الرحق مع طحين الرحق نعم ملي كان بنادم ياكل سايكوك زيد وياكل الفوق بالربيع هذيك الساعه كان بنادم ياكل عبر الربيع الربيع بحال الحلال كل واحد قد يدير قنطار اليوم راه ولات فيها 60 كيلو 45 ما يفوتاش وفين غادي يفوت فين هذا اللي عايش في الرضاعه غادي يجي فيه الربع وكان كان يولد ويطلقوا عريان تم الجلد ديالو يجي يضرب بموس وما يتسركش الله يرحم الوالدين كنقول لك حيت بنادم طيح مع التراب جلدو خاط تجي موس وريت مره من مرمداه كي دير ليه مع مندوج مع روحاني راه ولا جن ما بقاش بنادم وكان تا سميتو النقا ما كاينش تنعس الشيطان الدري راه غادي يحبو ياكل البزق زين وتنعس الشيطان ياكل التراب ياكل كل شيء كامل يعلف التراب والقرنينه انا قرنينه وبو حمو ايه زيد خشلاع العسلوش وتاكل شي واكلين الناس الله يحفظهم على الله يستر وصافي وتشي دوزي انت ولا انا يزكوت منو شي حاجه واش عقل شويه على القمل القمل راه كانت القمله حرت عليها اليوم ها العار كانت القمله حرت عليها حتى الشيطان والبرغوث راه طاحت عليك بحال طاحت عليك معزه البرغوث راه طاحت عليك بحال طاحت عليك معزه صوب شويه الله يرضي عليك صوب شويه لا صوب شويه الله لا تمن غالي كان القمل بزاف وهذاك القمل كان فيه خير كثير كان ساه هو اللي كان يمص هذاك الدم الخايب هو اللي كان يمص الدم الخايب نهار في حيط القمل في حيط الصحه وبصح نيت وبصح مالي نكذب عليك كان بنادم قدمو مشقق دخل فيه 100 شق فما يحسش تنعس الشيطان راه كان بحال العباط اللي كيهرسك وقدمو اليوم ولا داير تقاشر هذا راه تمشي وخاصك تدوز السبيطار كيفاش قلتي لي كان هذاك اللي دقاتو دقو مسمار وعوجو حتى لا لا كان دق ربعة العبرات الرباط دار ربعة العبرات مع القافله غادي الجمال وهو هز ربعة العبرات الرباط ضربو ضربو مسمار في قدمو قال لي تعلم بنتي حيدي شويكه جبدو المسمار ديال سته الله يرحم له يسحب عاشوكا هي اللي مراسو يسيمي تقوم يشدوش على المسمار ما بقى لك بدا يقطعوها لي نعاودوش الهضره وهذيك الساع حيدت لي المسمار ديال سته ديال سته قالت لي عقلي حيدي شويكه هو اشويكه هذا قدم ولا مرود وراها ولا رويضه ديال كاميو كانوا الناس صعب ويديهم كاينوا لبسوا فيهم يديهم كاين اللي لبس فيها 42 كان بكري كان 45 46 كنت لبس الراجل اليوم ولي لبس 18 24 والو حيت كل شيء قل بنادم ولا قليل قل ولا 120 140 وليد مكتوبه فيها كل نفس ذائقه الموت ريحه الدوار الله يرحم له الى رشك من جهه ودنيك اقول موجات محاش تبقى تسمعي لا الشيطان تسمعك حيت لك شي بكا ديال الودن حيده الله يك... ما عمر لقاه معاك شي حد الاول الا لقيناه مع شحال من مره شكون هذا وفرامات الله يرحم واحد كيقول لي مصطفى مسكين كان عدو العرس ايه يا سيدي وانا انا زيت منه كون زيت منه كو نضح مع الشيخات والشراب وينوض الحجر اما ما تبعنيش الدنيا انا قدروني راه تما قدرت حيدت الله يرحمه الله يرحمه انا مسامحه ضربك على ودنك اضربني السماقه ديال الودن تطارت ها يا سيدي ولقيت نسمع وليدي تسمع فيها على الغوت انا نمشي على الفراخ خدام فيها على الفراخ مي مي اليد بحال القريفه تينا قريفه راه بحال ضربك بها جوره هايا يا جورة با يا جورة ديال 15 ويني صبع با ويني صبع ويني كراع قداش وقت العيالات كانوا صحاحات العيالات ايه تولد في الخلا وتجيب ولد ولا بنت اليوم لا بغيتي تولد المراه اليوم تتفرج لك العالم كامل المغرب كامل يتفرج لك لا بنا صبع واو 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 وهذيك الساعه هذيك الساعه تولد تما وتنوض تما الصباح تصبن تيقولوا فلان اش تا ما بقاش هذاك الكرش كي راه ولدت
اسمي جدا سميته عبد القادر سميته المعطي صافي صافي اليوم وليت لا بناس ديال المسلمين المسلمين يدعوك السويسي وليت يدعوك الميليزقوم الله يا ربي يشدوك يا ربي يا ربي سولدك هالمرأة ما بقاوش العيالة ديال بكري تلعى الشيطان تبقون الجهد مين هو مالو القلب عدرا قد الفرخ والقلب ديال بكري ربي هذا الري طاح بكري عاد قول ربي 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 هذا الري طاح برم او راهي مطط مع ابو راهي راهي سرح اقلمهم قاع هي كانوا الناس صحاب الشيطان كانوا صحة كثيرة خلي ذاك الهابي وكانوا ياكلوا والناس عليه العرق والحفاق هي السرول ما كانش مع الشيطان السرول شكون اللي كيتحدث به يا ربي يا مولاي يستر الكسده موقع السرول والو قلت كانوا الناس صعاب الماكله كانوا ياكلوا كثير حتى المراه كانت قاش مشى كدير الراجل اليوم اللي دار السرول ما عرفتها قرده ما عرفتها ذريه ها العلم الصغرى دابا بانت كاين عيالات ولاو كاسيات عريانات قوات المباني الباق في الاسواق المراه ولات تسخر على بنتها في الدار دايره لها الشرية دريه غيبه خدامه وما تسخر ليها جوره مجفاه ومطيبه لها الغدق يا ربي يدو معاها بنتها اليوم بالطفله ولا تسخر على امها هذه هي العلامه الصغيره بنت هي عطيره اش كنتو تاكلوا بكري واش كنا ناكلوا ماكله العدو وين ماكله فينا انا كنت نخدم 80 ريال في النهار 80 كنت نخدم 80 ريال في النهار كنجيب 480 ريال 520 كنعطيها للوالد كناخذوا بطاطا بالجريالات ولفت ريال قالوا ديال السكر درهم ديال اتاي كيلو ديال اللحم 75 ريال قرد ديال الشريحه ب 30 ريال او نقولوا زمان غدار يتسوق ويشيط اليوم ولا قال عبد الرحمن مجدوب قال لي غتجي ايام السريط والغيط ايام السريط والغيط والموزيط في البشكليط والموزيط في البشكليط وتا حاجه ما تشيط وتا حاجه ما تشيط على الوراق والتبراق على الوراق عندك 20 تدخل السوق تخليها تدخل تنهد على الوراق والتبراق صافي بقاش حتى حاجه اليوم بقاش حتى حاجه تنفع صافي ملي ولا الفلوس فيهم الحمامه طارت كلشي من الفلوس عاد فيهم الحمامه كاينه فيهم الحمام طارو كيطير يبقى المزق هنا قلتي لي الناس كانوا ياكلوا كان ياكلوا الربيع خاص الربيع والمسقي وصيكوك ما كانش الديسير ممنوع اللحم ما كانش الدجاج الرومي ما كانش اللحم ما كانش الكوكوط بقى زير على المراد زير عليه هذاك سميتو كلشي بقى تما بكري كانوا يديروا الحماس يديروا المشروك يديروا الحوار شنو المشروك؟ المشروك يخبزوا عليه خبز هو الفراح اي الفراح هذاك هو المشروك اه واه زين يجي الخبز وفرقع كيديرها ويديروا ويقلبوا على سميتو ويديروا الردات الثاني كيقلبوا على الخبز يطيفوا الارض في الهواء اليوم ولا تقول لي سير جيب المخبز من الخباز عطيت مجي وقوم الخدمه تقول لي ايه طلع من الشرجم تقول لي الخبز والبوطه متمومه رجع يا ربي يا مولاي جبر مع السلاكه واش باقي عقل على العرس ديالك؟ وعرس ديالك حل سهل نمتي بالله والله اخوي والله اخويا عاطير علاش؟ المرأة ما شتاش كاع عرفتها كي دايره كاع والله ما شتا من قبيلتكم ولا قبيله اخرى؟ اودي احذانا عمري ما شتا زيد ما عرفت عوره ولا عرجه وقالوا لك ولا ما قلتيش؟ واتاش قالوا لي فيك انت هذيك الساعه هذوك ما قالوا احنا ما قلنا لا فيك انت هذيك الساعه بعد جاتك الخبر غتتزوج كنت هنا لا واش كنتي سارح ولا فين؟ وقت خدام زعما انا مع الوليد هنا فلاح انا زعما زيد يا سيدي حتى جابوك الخبر قالوا لك راك كاينه من فلان احنا خاطبين لك وتقول حاجه جور انا نجينا راني ما تبوا تقول واش السوق واش جعلنا البوطه الذي حسكن الذي حسكن الذي قطعن الذي قطعن قال حاجه اللي فيها ان عندك انت وي ها او تكت الذي قطعن والذي حسكن قول بحال المسن نعم ما عندك حاجه تقول حاجه ومشيتي واش جوري يا سيدي ومشيتي بصحه وجهك تخطب وتمشى الوالد انا فين نمشي فين مشينا كنزوزت ما عادش تربع ديال الدور يجي بي زين قلت نبغى نتزوج زين واش جوجوني يا سيدي نهار جابو جا داروا الطعام ناض البرد عمر مزرار ولا اللي كان لك واحد من فمو وقلنا له شنو عطيتو في العرام درنا ب 20 عطيناهم 17000 درتو معاهم ب 20 عطيناهم 17000 ريال 3000 فين بقات خذ الوليد زعما شد لي حيا شد لي حيا زعما شد عنبور عربونا عربون ايوا ثبت زين وا سيدي جابوها دابا حنا حوليه زيد ايوا جابوها راه ولدنا الوليدات انا راضي عليهم انا راضي عليهم قدنا السماء والارض خلف القضيه شكون اللي كان وزير ديالك؟ الوزير والله ما عقلت عليه وهذا سكح لازحلاج من وزير انا وقعنا الوزير كان بات ستات هجرتها السواح وين؟ فين؟ الضباب راه تسيريتي
شنية؟ الظلمة ربطت بها الظلمة. انت هنا وكان شي عرس وهنا العرس دايرين قيطون هنا كنا داير استوثاقات راه قيطون دخل منه دخل من الرابين كاين تعال تنعش الشيطان والو ها ويلي حق جدك تنعش كاين تعال وتنعش الشيطان وكاين تقول لها حاجة ما كايناش ويني بعد جات القصة بنت القصة بنت سريت جكيران ولا وقيلة خويا راه الله يرضي على الدراري راه واحد منهم راه هذاك هو الحيا راه انا راضي عليه راه سهليت كون واقوك رانا في زعير تولي زعير على خاطر هاوي كل ساعة على قطعة ديال الغنم هو تحمد الله وتشكر الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد يا ربي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد واش باقي عاقل على الرقود ديالك ختنوني ايه وركبوا على العود عاد شدوني عمرت 14 عام عاد ختموني كان شغل فرط حل يوم عاد 7 ايام يقول لي ختمي ودبع لي الحولي ركبوا على العود عاد شدوني علاش وانا وليت راجل الحمد لله اختي هذيك الساعه وليت راجل وليت كنت نعرفو عاقا ورا وانا نشد الخلق ومناش خفتي من المقص خفت من المذاق وهربتي هربت عاد شدوني جابوني بعد لحق عليك شي واحد والله الا باقي عاقل على هذه من شدوني دار لي واحد بحال موكوك هو المعلم سمعت القص قي هم صدي انا مقص وين فرا قد الفرده ديال الصباط المقص ايه ها ايه مقص راه قد الفرده ديال الصباط صافي المقص ديال دابا وكي كيديروا لك واش كاين شي حطوا قصريه قصريه حطوني فوق منها وشدني واحد دخل لي يدي على الموك والمعلم شدني والله ما طلقني تقتلني تمسك المقص ديال دابا ديال القبو وتخلعتي ترى انا وراه انا قلت لك شري لك ولا عاود عاد شدوني وبكيتي وبشي بكيت وكنت موديك ومشي الوضوء نقول له نكذب عليك ساعة ما كنتيش توضا هو اللي كنت نتوضا ومشي الوضوء وفعلا كسرت الوضوء صعيبه صعيب حتى مصيبه حر ديال الحديد هو ها هي وشنو حر الحديد حر الحديد واعره حر الحديد واعره مناش كيتخلع هو بنادم من يتبع ديت ختن كيتخلع من المقص عارف راسو غادي يجي للمقص يجي للمقزره عارف راسو يجي للمقزره عارف يجي للمقص والدواء كي داير الدواء واش من دواء فين كاين شي دواء قالك دواء هو قبولو دواء هو قبولو خليه يبول على روحو تيبرق ختم وطلق غادي غادي فين تيبر راسو اولاد طلق يسوا ممكن يتبعو ها اذ بكري يسوا كان دري يتبعو اللي مولا واحد يولد جوج عاجوج الله يجعل البركه بول انا ولد 20 ولد 23 كي كان بغا يدير لها كي كان بغا يزلقو يزلقو كي دير صعيب تنعم مصيبك حلا واش عمرك مشيتي على رجلك مشي ماشي التاليم ماشي من الكراج حتى هي تلنا شحال كاين من كيلومتر كاين 20 كيلومتر وانا دابا كنضرب 12 كيلومتر في النهار البلاصه الميضع اللي بعيد مشيتي ليه الكراج 20 كيلومتر معروف هو تي لدار بيضا دار بيضا فين خصك تحكم مسؤول بكري كنا نمشيو لدار بيضا شكون اللي كنعرف دار بيضا انا راكب ليه 40 ريال كان كار واحد دابا الكار عاد في المزرار كان كار واحد كيجي ديال 90 طوال كلا تاكسيات لا هذا لا هذا الكار راك ب 15 ريال الباط ب 4 ريال خبزه خبزه وباط ختم ب 9 ريال باط ديالاش ديال الحوت مصطفى قالوا لي ولد عبد القادر هو اللي كان صحيح كان هي صحيح واش ولد عبد القادر ولا عبد القادر عبد القادر هو عبد القادر عبد القادر كان صحيح كثير اي ها اي شحال كان فيه من الكيلو كيقولوا قنطار 36 كيلو قنطار و 36 كيلو ما عمره ربك هذا أقول كون شدني كون عسني العار زيت فمك هذا للاقطك من عنقك محاش الدور وري عصبك العار دوي معاك أقريفة ولا هو هو يدي شكون كان في ضده هذا كان ضده إلا ربي اللي خلقه صافي هو اللي ردو صافي فين هو يترد قنطار 36 كيلو واش دابا هادوك اللعبات اللي كانوا يديروا ديال الدخويلة محاش يدخل مع أحد تنعل من لا كنت من لا ما كاينش فيك ديدارو الى درعتيه مشيتي للتسويط طرطك الكريد اللي هازته ورا التسويطار مشيتي للسويطار السويطار ومشدكش محاش قصين نعل الشيطان يشدك وبحال هادو ديال درك لا جروا من ودنوت بقى عندو ودنو لا حيدي ثاني فوق الله يرحم الوالدين امين هاد عبد القادر كون بقى هنا كون راه بنادم كامل ودني ما كاينينش تقول له كراك حيدي من هناكم الله يرحم الوالدين تعلم في بلادك وجرب الله الحرام
مشى للموسم واحد النهار ودار مع العب. كانوا في الدار البيضاء مشاو باع الزرع وجاو للموسم. واش يمشيو على رجليهم هذيك الساعة؟ لا كانوا الجمال، كانت القافلة ديال الجمال. زيد وباعوا الزرع وجاو للموسم باش يتفرجوا. ايه هو خزنوه، عارف راسو راه كاين متبوع هو في الصحة ديالو. كيفاش خزنوه؟ خزنوه عارفينو غادي لابد من المعابزة. زيد يوم اللي خزنوه بوزيان كان شيخ هذاك العبد يومين وهو كيدور بيه تما كان باغي يتعبد ما لقى حتى واحد. جابوا لي عبد القادر. هما يقول لي لا كاين عبد القادر. قال لهم جيبوه ليا. هما يجيبوه لي. دخلوا للقور. دخلوا للقور تشادوا هو وياه. قال لهم شتو لي دري. هذا العبد قال لهم شتو لي دري. شتو لي دري هذا دريري. ايوا يهزوا. العبد هز عبد القادر ولا كيدور بيه. قال لهم غنلوحك اوليدي. ديالكم ولا فرخ؟ ولا فريخ. زيد؟ هو يقول لي في غنلوحك. هو يدري الدار يهود نقول لي حشم في طلبي. هو قال دار لي الدفان في ودني وقال لي لحشمتي فيه طلبي لحشمتي فيه طلبي. اش دار عبد القادر؟ طيح العبد. وين كي دار لي؟ رمى لي الشمال. رمى لي الشمال وطيحو بحال عكلو. نعم طيحو. جاب العبد على فمه. على فمه يوم بغى ناضو لي قال لي هذا علاش تاعك كوري يجي يصوت عندنا واحد هنا نقص هذاك بوزيان. قال لي مراه مومت كوريه وبوه زياني. مومت كوريه وبوه زياني. شكون هذا اللي بوه زياني؟ على عبد القادر. هذا راه كذبه بيضاء. كذبه بيضاء باش ما يقتلوش. هاو داز او جاوب حالاتهم باش ما يتمسخش. هاو جاوب حالاتهم او جاوب حالاتهم ما بقاوش كملوا. صافي صافي ما بقاوش كملوا. وين ديالكم شنع؟ شنع هذيك ورا شانع هذيك الساعه ورا شانع ما يقد عليه الله. شكون اللي قد عليه؟ وهذا العبد هذا كان ديالكم كان فيه قنطار و36 كيلو. نعم. هذا العبد قداش؟ والعبد الله يعلم به. ها الله يعلم به شحال توا فيه. هذا اللي لقوا كيضربوا به كيعرر كديري اللي ربقى ويعر ويدوروا بيه. خصني خصني يجي تعبز. كيفاش مصطفى قلت لي نهار 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 هز الناقه هذيك؟ كان عندنا هنا انا حاضر باقي صغير وطاحت الناقه في المطموره. الناقه طاحت في المطموره. المطموره زيد جرينا جرينا ما قضينا فيها والو. هو يتمدز عبد القادر هو يعيط عليه الوليد وعبد القادر. عبد القادر قال لي جي لنا. ملي جا عنده قال لي جبد معنا الناقه. قال لهم ديروا لي منين نهود. هود تحت منها وبرك على على برك بحال ما كون ناض. ايه هو ناض بها. دار رجليه فوق الرتيب وهز وهز الناقه خرجها من 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 المطمور. وهز الناقه. ايه كان صحيح. كان صحيح. كيفاش نهار هربت لهم الناقه؟ جدي شرى ناقه زيد والناقه سيدي شراها من السطات. جابها من السطات
هي مقاريه وهي هربت. النقل المقاريه هي اللي ما كتولدش زيد وهي تهرب هو ركب عقادر العوده بقى غادي معها يلاه 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 تملي يجري تابعه من السماء معها من العوده تلحل النقل في عنقه وشدها غادي فوق العوده وتلحل النقل وجي كيفها شدها من عنقه وجاو عاد شدوها هما اللي تابعين عاد شدوها هذا السعر القادر قادر كانت صحه كثيره با سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يقد عليه حد سبحان الله قلت لي نهار مات شحال داوهم الناس ستات الناس اللي هزوا انا حاضر ليه هزوا سته جوج القدام وجوج الوسط وجوج اللور هادير لي عمد وهزينو ومات بيهم الاثنين الله يرحم با الميلودي ما عمرك قريتي انت ما عمري قريت نهار كاع في حياتي والو الا البهايم والعصا ومناش من الوالدين ضعاف وشحال من واحد ضعيف وقاري ولا انا سرحت بلا بوط كيفاش سرحتي بلا بوط سرحت حذيان مني الشوك علاش انا قلت لكم ذيك النهار انا معوق انا الخاطري الشوك اللي ردني معوق دابا كبرت الرجلين زحبت منهم وليت نخطوها بشويه بشويه الميلودي قلتي لي ديك النهار بعدنا كنا مقرضين قلتي لي فازر فيا الفقيه والفقيه حنا مشينا نقراو راه الوالدين قراوك 15 يوم ولا 15 اشنو وليني لا قلتي لي سيدي ماهيش قلتي لي قلتي لي باك جاب العقاد ما واش العقاد هذاك خالي عبد القادر الله يرحمه مات مسكيره باقي ولادو كيجيب الشواري ديال الزلال طاب وعزره هو كان يقرا زيد بدي يقول لي الفقيه بسم الله انا جبت شي بركه دابا شنو هي البركه عصي نجيب امو شعل في ملافيه كيفاش بحال داخل عند الجدرميه الله يرحم الوالدين العصا الفقي انا هو المحضر اللي يهيئ لك راس وذن وكل شيء ما الله يرحم الوالدين وتم الزلالط ما مشيت في العود باقي على هياته والله تاع العود انا مع الوزن كتقسى عليا مع الخطره جايه فيها العصا الله يرحم الوالدين والله تجيات من هنا اقرا زيد وليني التكتيك تقرا واش من خلاك تخرج خرجوني الوالد قالك تمشي تسرح بالفلوس زيد وليني لا شنو هي خرجاتك من خرجاتني القهره ديال العصا وخرجني ثاني الزنينه ديال الوالد شي تسلح حتى سيدي 16 عام باش نتعلم الطياره نسوق انا وانا 16 عام راه عمر دابا 16 عام كنت نقرا نقدر نسوق طياره واني الغالب الله الفقر عامل الوالد وخرجني نسلح عند الناس وثمان نقود 300 في الشهر النقود 10 دريال في النهار عمرك شي مغربي سارح ب 10 دريال اي هادي وعند والديك لا قوت تسلح عند الناس ها والديا كنت سلاح الخيمره لاباس قول لي دابا قلتي لي قبيله اللبن اي صعيب على الناس اللي كيسوقوا الا ممنوع يشرب اللبن ويسوق الطياره ممنوع لا علاش غادي تنفخ ليه فوادو لما النصراني كيفطر بدكه قهوه وكرواسه كيعظ منها عظه يقدر يسوق بامه من الامريكان للنيويورك يلحقوا بسلام تشبع اللبن غتعود تصنت مصارك الله يهديك اسمع بو تقول هذا صافي انا غنموت هذه اش غتسمع كتسمع الزقليم كيتسمى الزقليم رعد بلا ميجيال الله يرحم الوالد ولينا والدي صعيبه الميلودي شتك تخمع برجلك اخويا سبابي حماره كيفاش سبابك حماره حماره شريتها منين من الخميس تاع القاره زي وانا دايز سيدي ديت واحد الحميره صالحه ليا ديال الدراوش وزقت وشريت هذيك الحمار وليش بدلتي هذا بدلتها هذيك وافيه وهذيك قليله وليش تبغيتي الوافيه الوافيه قلت انا الله وعسى تولد ليا شي بغيت انا ونتبرمج نعود انا غادي لقدام شويه زيد شويه لقدام اييه بغيتي تعود من الكبار من الكبار زيد ايوا سيدي درت الدور الاولى قلت ليه الحمار شحال عطاوك قال لي عاطيني 36000 عطيته وانا بقى مني منك تعطيته 16 ضراب الدوره انا معارني العلي زعما قلت خليته يعيط عليا هو بدا الدوره اللي درت قال لي يا ودي حمره هنا وحشيه ولا يعطوني يساوموني بالهزل وانا ندوي معاه قلت له واسي موسى انا ما ساومتكش بالهزل قال لي الحمره هنا راه تسوى حتى 100000 هذه حمره تاش تعرف ليها شو قال لي انا هاد عليها ثقيل ربما تولد بغله ولا بغل وانا نتيق السيد راقومني زدت 20 ضرب الدورة ثاني ما تشدش ليا وانا نطيح على راسي خدتها ب 24 قال يلا 24000 هي ما تجيبش 8000 تصيدت خدتها ب 24 ايوا سيدي ساق قدامي
ركب عليها وتعنقر الراجل وقال يا تال الحمارة غادة جاية بحال البغلة. خرجنا يا سيدي هذيك الساعة مسوطنا هما. علاش مسوطينا؟ عاطينا العصا. عاطينا العصا باش تعود تحرم الفلفلة. وكيزلق بواحد العصا فيها المسمار. الحمارة قرب ليا تقبلت. أوا سيدي قلت لي نكتبوها قال لي نكتبوها أنا مالي براني وأنا عملت ليها الزايدة جاب لي الضامن قلت حيد. تقضينا أنا وخو هاد السيد ولد خالتي. ركبنا بتجوج عد عدي زعما راه الحمارة مانعة. عخرجنا الكارة ولا تهز كراع وتحط كراع. قلت لي عبد هادي طار منا التمن. طار منا التمن. تقول مصينها. زيد؟ أوا سيدي سقت بيا نخبط والو. هرست العصية. لقيتني واحد الكرمة ثاني حيدنا نص كرمة باش لحقنا الطريق لحقت الواد قلت على وعسى هالحمارة ربما يكون فيها الخير يكون فيها شي حاجة اللهم غادي نعقو مع الله عومتيها عقومت هذيك تفضيضة ديال الخيل وديال البهيم الزينين ما كيناش البهيمة الصالحة كديرهوك بالزربة هي ديرهوك الزعمره كتحرك راسها قالت لي ما لاحقاش الخيمه عاشي والقدره ديالك وديالك غادي تخرج وصافي اش قالت لك قالت لي انا ما لاحقاش الخيمه عاشو فين تصب زي وليت نحس بفلوسي مشاو 24000 مشات مي لاحقت القضيه المره جبرتها باركه كيكو على قمام زقات لي انا ريك حالتي كيفاش كحالتي قالت لي الحمره راسها كبير ما صالحاش باين راسها كبير ما هيش ديال الفرايح لا راسها مثقل عليها ما هيش ديال القراية إلا ما قارياش والو زي أوا سيدي بركت عندنا هذيك الليلة غلطت أنا ودرت لي ليقة بحال شركات كات درت لي في ذيلها زعما بياض هي راه غادا تبين لي ماكينتها وحدة زي أوا درت لي ليقة الخيمة يضحكوا عليا باتت هذيك الليلة دارت سيمانة جداها السيد الواد حرص عليها جابة زي حرص عليها جابة صحيحة علفت هذيك الليلة عطيتها نص قرد الصباح صباح ترابط من هو بالرح بيها البراح قاع النجية بسكرها تبارك ليا بحال شري الطيارة واش يقولوا؟ أبارك الحمارة أميلون الميلود يا ود الحريزية أبارك الحمارة مرحبا مرحبا بيعوا شرية جيدة هذاك النهار خويت الخيمة من السكر وتايو زي كحلت عليه ما طيب 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 زيد 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 هو سيدي في التالي الحمارة مع الربعة ونص عكلي نحرص عليها واحدة التم غيطة اللي طار ليا ما جيت مغط معاها مغط مع ركبتي الشاهد النعمة طاحت حداها الله يرحم الوالدين الناس واش العصا هذي عصا دابا بغيتي تضربها انا كنت غادي نضربها وهي خوات اخوات جات ليا في كراعي يعني ديك الضربة ديال النشاشة تاع الخيمة 15 يوم وانا مغطيني الخيمة بحال ضربني كارو الضربة جاتني في كراعي عطلت الوليدات خاصهم من يخدم عليهم الحالة لحالات الله والحمارة هربت ولا الحمارة لا يقدر ولا ينقضوا الصباح بغاو عيفا يقوى هو يرجعوا لي انا كتبات سهرانة ما كتفيقش وما ناضتش قاع وقاع زي يجروها والو وتخلق الراسة بس 66 كشيفة اي داروا لي عمود وقنبة طلبنا الناس والو بحال نوقفوا في موب ما بغاتش توقف والو ودازت واحد 6 ايام ولا 7 عقدتهم جيت الراجل ما عقدتيهمش الا ما عقدتيهمش غادي نعكس والركبه باقه ورا زي العكازه الدرخ الباقه اللي دابا مشل من كراعي انا ما حنتني ضربه تاعت الله الله شي شحال صعيبه هاد الحماره ويلي 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 شي البغل فين تلقات في 24 عنقتها ميته شحال بكيت جاو الناس قال البركه في راسي قلت لهم الخليفه الله لا يرد مولاها حي صافي وشيت حالتها عندك تيمسك وانا الخاطري واش تم عندك الحمار ولا معنك 24000 ولا معنك 24000 ريحه الدوار الميلودي باش نعرفوا الرعواني في السوق الرعواني ما يتسوق حتى ل 11 تالي حتى ل 11 على الزعما كيدور يفطر ما هو فاطر يهز القفوه ويدور دوك انا كندخل الصباح من صلى عندي ربح نفطر وندوز الخضرة نقضيها بنديها ولا كذبت عليكم وتنزل عليا النعلة إلا ما تسوقتش بكري ما واللحم نجيبو ياكلو الحباب وخا نشوفو بعيني صافي وخا علاش الرعواني ما كيجي حتى 11 11 عادي شاور يتقلب علاه زعما دابا تكون الخضرة 100 الصباح ب 30 واش كيقلب على الرخص كيقرب على الرخا والناس في القدام كيقولوا عند رخصو تخلي نصو هو كيخلي نصو ولا كامل ويخلي كل شيء
وقاك الرعواني يفطر خطرتين إلا فطر بشي حاجة ناقصة. وجيد كيف طر الوزاد قريقيعات تي نقي لجي عندك صاحبك ما تجيبش ليش شفنج إلا كانت الفارة قطار عليه الزيت غدا تأكل لي الفارة جلبيت وطالع بربعين ألف فرنك ولا خمسين ألف فرنك ولا ستين ألف ولا سبعين. الجيد هو يدير لي شي حاجة نقية إلا جي عندك حبيبك شري لي نص كيلو تاع السلعه رابعه 200 ريال واخا الميلودي واش الرعواني كيدوز ليه تما للنشوى؟ لا عايشين من الريحه. صافي صافي كيدير ايدير كيدير يشم كيف كيتسند كيدير كيدير الله الله كيدير الله 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 او يدوز عندك عند كبايلا لاقد كيفاش كبايلا؟ كبايلا غادي يقصد مول الشوه ولا نقول كيتشمشق ذاك الدخان اللي طالع شيدير كيتشمشق كيتشمشق العم كيبري لكن شي جيد يعيط عليه وين كيدير التشمشيق كيدير الله الله وعاد يطل 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 على الجزيرة لا يطل على الناس اللي شاوي الا كان شي واحد فيه بزولة الرحمة يعيط عليه وما ما عيطوش عليه يتعرفينو العواني ويتخرط عند مول كبايلا قد نقز العمود جا في هذيك الطرابي ديال القيطون طاح فوق مول طيطاي ار يا سيدي تفاكوه من الناس بالزز على مول طيطاي قال لي ودي الراجل عامي قال لي تاش باغي قال لي باغي كبايلا قال لي شحال قال لي عصا وصو حيت العواني خلط ليه روسه وكل شيء ما كاين غير زلت كتسمع الطاحونة دايزة طق 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 وبلاتي ميلودي هذه ما تكونش دايرة الطاق لا انا واكلت انا كبايلة ايوا الا كنتي واكل كبايلة خليتي شوجي الكبايلة ما عديش قلب جيبي لقيت الله كريم وقلت انا اللهم نعمر فوادي بهذيك كبايلة ولا نمشي خاوي والو ولا الله عالم ومحسن كبايلة ولا الزنان الا الزنان او الزنان المعلم راه هضره اخرى سميت ويلي ريش بحال الحوت كسوه ونشوى كسوه ونشوى ونشوى اي لا جبال لك حبيبك والتشاوي وتحمر وجه قبيله يقول لك تدير جيت كبايلة كبايلة كتسمى رعواني دوري جيت ما كاينش لا او لا 200 ريال بحال 1800 كيفاش 200 ريال بحال 1800 صعيبه او راك واكل من الصندوق 200 ريال الميلودي كيفاش قضية نهار هربت لك الدجاجة؟ حطني التاكسي حط لي فرق تاع الدجاج أنا غادي بيه تبيعو غادي نبيعو السلام عليكم السلام تاع شحال عطاو قلت لي ما عطاوني والو تخرطت لي الدجاجة قصدت القيادة هربت دخلت راه غادة تقاقي أتا قالوا لي المخازنية قال يا الوليد رجع فين غادي؟ كي تابع الدجاجة قال لي تسلم حق هذه راه قيادة هذه وتدايخ ولا ما وقلت لي قسمت لك أمي بالله وخا تكون عمالة لك تداخل ليها دجاجة نشدها ولا بس تبا بغا نديروها مرقة راه ما بقاتش سايبة زيد صافا أنا نتخرط الجلابية من الختاب ولا حتى فوق ولا تاهما قاطقطو معايا تاهما تابعينك تاهما تابعني شديت الدجاجة عاد بعت الفرق وجيت بحالات ويني كل ما كنتيش خصيم أول الدجاجة مشات يديروها مرقة الله يرحم الوالدين ويني كون كانوا دراويش على تقليدي تنخليها ليهم Thank you.
تلاقيتي مع الوزير اش تقول لي؟ الوزير نقول لي السلام عليك زيد، عليك السلام زيد، احتراماتك نعمس زيد، سعادة الوزير زيد. ايوا وصلت عندو الغرض اللي باغي رانا نقولو. ويلا قال لك طلب ما تسال، طلب ما تسال اللي بغيتها زعما زيد. واش غنقولي؟ غنقولي انا ما تعطيني حتى حاجه، اعطيني شي حاجه في السيد النبي صافي، قال لي باغي في حياتي صافي صافي. واللي باغي البقر الله يطيب زبلو، واخا تكون تميتين بقرة حاشاكم الله يعاون. انا باغي حاجه في السيد النبي خاص. جاتك الورقه غتطلع الطياره؟ انا طلعت بسم الله توكلنا على الله، ما تخلع ما تحل لا والو زيد، ما يبقى في بالي لا ولاد ولا محل ولا بليده ولا والو ولا الا تا هذيك البريم ما بقاش تريق العدي، انا صافي طاحت تنجي والو والو زيد. ايوا سيدي مشينا طالع بلاتي حتى بغيتي تطلع مع الدروج. ايه زيد انا طلعت، اذا ما كنتش نعرف نطلب شي مسؤول يوريني كيفاش تريح زيد. ايوا بالسلامه ما تحلل لا والو، واخا تفعفع واخا هذا العيط عاطي راسي لهذاك المقام، ولكن الا تفعفعت مشات وجات ايه وفرف السماء ايه كيد وليده لما نولي واحد انساني ونقول الحكم لله الواحد القهار. حتى انا ميت ميت واخا نكون راقد في ناموسيه لجاء تقطعت الورقه لا بدا ولا بدا ولا بدا. واخا قالوا الميلودي أيه؟ احنا طايحين الله يطيحنا في رحمه الله صافي صافي. واخا الا قالوا فين طيح هذاك اللي صيق ميلودي الوردي فين بغيتينا نطيحو؟ قال لك سيدي كاين البر وكاين البحر، فين بغيتي؟ وفين ما كتب الكريم؟ لا فين بغيتي انت؟ واش البر ولا البحر؟ نطيحو في البحر كاع احنا قلنا الا قدر الله في البحر. في البحر وتعرف تعوم؟ وهذاك الشيء انا والوالدين والسلاف ديالي لا نجحت العمليه ديالي رانا نخرج، ما نجحتش رانا نغرق. ويني لا تعطي بعدا ام احسن هي تطيح في البحر ولا البر؟ اللهم البحر. علاش؟ كاينه الظلمه باقا ما متحرتش ذاك الكلاء، ذاك الشيء اللي باغي انا ما كاينش. البر خيب اللهم البر غادي يشوفوك البشر، اللهم البحر ما شافك حتى واحد. ولا تعمل لك قالك ها هو الدرك ديال داركم غطيح فوق واشو والله، ولا كانوا الوالدين مسلكين وما طحت انا فوق سداري مع الله اعلم. بغيتي تطيح فوق سداري؟ بحال والو، حيت مرضي الوالدين هو حاشا واش الظام صحني. هذيك هي الركيزه الكبيره اللي شادين فيها كاع عباد الله كونطاك. قبيله قلت يا سيدي غتبدا اش كيقولوا بعدا الحجاج كيقول الساعه اللي تقرب الجده كيقول لك يا حاج خاصك تحرم ايوا تم غادي المناسك ديال الحج ادخل كتقدم بسم الله توكلنا على الله لي رجل ليمنى كتقول تقول شبيك اللهم شبيك انك الحمد والنعمه ولك الملك لا شريك لك صافي. اولك تي غادي من فلوس الحلال يقول لك حجك مبرور وذنبك مغفور الملائكه اللي كيقيدوا زين. اذا كانت فلوس شافرهم الدولة ولا اللجانة ولا الغيري ولا العاطير خرجنا علىك الله من هالمقام ما يصلحش لك، خرجنا علىك الله من هذا المقام إلى الأبد صافي صافي. حجك ما ديش وإلا كنتي فلوسك حلال أيه مطيب أش كتبدا تقول؟ وقيلي زي الوراق أش كتبدا تقول؟ تقول شبيك اللهم شبيك إنك الحمد والنعمة ولك الملك لا شريك لك صافي. حجك مبرور إيه؟ الملائكة زي. وذنبك مغفور يا حاج يا حاج يا حاج يا حاج. اي وهالميلودي راه ماهيش شبويك ولبيك اللهم لبيك. الميلودي كيقولوا لك بويكس بويكس مين جات هذيك بويكس؟ بويكس كنت كاراطي معزلاني في الخلق زين الساعه ذاك النهار غدرت راسي. كيفاش غدرتي راسك؟ جبرت الحلقه ديال البوكس وانا نتسرف ودخلت. وين ايش قال لكم مول البوكس؟ قال لنا اللي باغي يعطي 100 يدخل دابا هزيت انا سبعين الاول. شكون اللي عدو مع المول؟ قال لي عدو مع المول كما بسم الله زين. قلت لي انا عدي ضربت صدري كنت تسمى شجيع. انت باغي تولي شجيع؟ شجيع زين. بغيت باش بنا الدوار يتشهروا ويعودوا يقولوا الميلودي ود الحريزيه انا شجيع. الميلودي شجيع وتولي الدوار كله يهضر بك. عدي وسام هذيك الساعه وليت عدي وسام زين. سيدي جابوا لي واحد المدعل حقرته زين السيد غليظ وغوشت فيه انا وربطت غواشتي زعما انا سبعه
بغيت تخلعيه؟ بغيت نخلعه ودرت وكلش. لبستو اللي قات؟ لبسنا اللي قات يا سيدي، شاورنا نتسالمو مع بعضياتنا. درتو سلام اللي قات؟ قال لكم السيد؟ امرش. زيد؟ زرقتها لي واحد الزرقة تعطي الله الله السيد بحال التوتة. تمشي عند مش عند الجمهور، مشيت لعند الباريير ذوك الخيط اللي داير، مش عند الفراجه. درنا لي صافقوا عليا يعيش 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 يعيش. صرت انا لما من يقولوا يعيش علمي الودي علمي انت. بحال انا مقرن انا زيد اش يقولوا يعيش يعيش. وطرشت وطرشت الطوايقيه انا، درت راسي واحد زيد. سيدي السيد خبني اداني وجابني، هذه تكاتني وهذه قعدتني. هاو دير يمك فين ضربك؟ الصداق. ضربك للصداق؟ الصداق قد قد. قلت هذه واقيلا موت الوذنين ولا فيهم الرزوضي. وليت نقلب وياكم مالحك بحال كنت نفق زيد. قلت لا باس راني هكاك تشجعت راني ودخلت. دخلتي لي؟ ضربتي تتا؟ ضربته زيد. ما توتيتيوش؟ ما شديتيش فيه؟ السيد سخن هو يدخلني. سيدي هو يقصدني. قصدك؟ قصدني مرمقني التمرميق الاولى والثانيه، وانا نتشغل وليت مع النقليقات صافي، وبقى يدخل ليا تقنع. جاني وليت كومه، غادي نطيح قدام يقول لي واحد سيدي ولي الله يرضي عليك لا بركه صافي، وانا نعنق بغير خاطري. انا اللي عنقت وحبيت لي راسي وقلت لي غلب الرجال هذا رجال الله دايم الله اخويا صافي. من ثم الذريات ما بقاوش يحملوني للدابة. الميلودي دابا من هذاك النهار ما تبقاش تقرب. واو تقول ما نتفرجش فيه في التلفازه نطفيه. ترى حساتي لما بغى الكلاب تسنتو ليا تعسو. الله الله يتاكوك ولا وزاين نقولك الراجل تدخل. صعيبه صعيبه. اويلي انا كنت نحلم بها شهرين انا نقول هدانا مع الله. الله يرحمه. وليت نقلق في الليل لا تنطجي. كانت صحابو جالك؟ انا طيب انا طيب. ما عمر كراتين ذكروا والو. الا خيبه صحيح. خيبه اللي قصعيبه فيه. ويلي ويلي تعود الضربه جايك 250 ماشي عام 150 ولا 120. الموت جاي معاها. ويلي و7 كيلو برد جاي اش لقاه وانت ما قادش يدخلك انت وادعوا البلا. ريحه الدوار ريحه الدوار تجري في دمي ساكنه في عظامي. ريحه الدوار تجري في دمي ساكنه في عظامي. ياك تساريت قاعد الدنيا ما بحال ريح. ياك تساريت قاعد الدنيا وما بحالها ريح. فيه بويا فيه جدي خوالي وعمامي. فيه بويا فيه جدي فيه خوالي وعمامي. هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح. هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح. مالين الخيل اصحاب الصربه اصحاب البارود. خيام كبيره مازال معروفه بالجود. ياك اللي جاي ياكل اللي جاي يشرب مرحبا بيه. هذا تقليد من جد لجد ما سمحنا فيه.